يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الخلفاء الراشدون هم الأربعة المعروفون أم هو من خلف النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم النافع والعمل الصالح كما يقول بذلك بعض العلماء؟ الخلفاء الراشدون الموصوفون بالراشدين هم الأربعة، أما الخلفاء مطلقا كذا فكل من خلف النبي صلى الله عليه وسلم، قال والعلماء ورثة الأنبياء. أما كلمة الراشدون فهي خاصة بالأربعة، وأيضا خاص بهم أن سنتهم من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما غيرهم من الخلفاء فليست سنتهم من سنة الرسول، هم كسائر الناس. نعم.